ايام الحرب انت طبعا كنت صغيره قوي يعني بس كان في مرح برضو في البيت رغم الحرب ورغم الصعوبات ورغم المشاكل ورغم الخوف؟ ليكي ايه بتعرفي كنا نتسلى ببعضنا لانه كنا على طول نضلنا مع بعضنا ويعني ما كان في شيء نعمله غير انه نتخبى من من القذايف من الشظايا. فاكره ذكرى معينه في الحرب خفتي فيها؟ اكيد فاكره اكيد. بتذكر مره مره ماما انصابت بالحرب. ايه في كذا شغله خفت منها بس هيدي شغله عن جد ما بنسيها. كنت كثير صغيره ويعني بعدني بتذكر شوي لهلا شو صار. كانت ماما عم بتنشر غسيل على البلكون وانا كنت واقفه حدها فاجت الشظيه من فوق راسي وفاتت بايدها وبعدين بخسرتها وطلعت. بيقولوا لي انه كل الليل مامي راحت على المستشفى وانا كل الليل عم هلوس نايمه وقول ماما دم ماما دم لاني شفت الدم وشفت ماما قد ايه وجعت. يعني تاثرت كثير وبعدني بتذكر مشاهد يعني لحديت هلا مع اني كنت كثير كثير صغيره. كان عندك كم سنه تقريبا؟ يمكن 4 سنين يمكن هيك شيء. صغيره قوي كثير صغيره. تفتكري ده غير في شخصيتك حاجه انك اتولدتي في حرب؟ اني اتولدت بحرب اكيد رح تكون شخصيتي غير اذا ما تولدت بحرب. يعني يمكن تكون شخصيتي هلا ما عم بحكي نيجاتيف عم بحكي يمكن انه هذا شيء فادني ايجابيا مش سلبيا لانه اكيد الحرب يعني يمكن بتدمر حتى بتدمر نفسيات او كثير قصص بس كمان بتفيد لانه بتقوي الشخصيه بتكبرك قبل عمرك وبتخليك تحملي مسؤوليه قبل عمرك يمكن تخلي في عمق يمكن ايه ايه. بعدين دخلتي الكونسرفاتوار صح واشتغلتي واول قبض خدتيه رحتي دفعتي بيه الكونسرفاتوار صح صح. في نفس الوقت كنت بتروحي المدرسه وفي نفس الوقت كان عندك وقت تنامي في كل ده؟ صراحة هيدي الفترة من حياتي كانت كتير صعبة. كانت بعمر ال 18-19 17 قبل شوي يعني بين 17-18-19 كانت هاي الفترة صعبة شوي بحياتي بس كتير فادتني. أكيد كانت أدرس كنت أدرس تصميم الأزياء بجامعتي وكنت بنفس الوقت بالكونسرفاتوار وكنت بنفس الوقت اشتغل غني من عشية وكنت فين؟ كنت بتغني فين؟ كنت بغني بأحد المطاعم بلبنان كل يوم بغني. كان عندي بريك واحد نهار التنين بس. كنت بتعملي ايه يوم البريك؟ يوم التنين؟ بشوف صحابي والباقي شغل ودرس الوقت اللي الشباب يبقوا فيه مش مسؤولين وفي احساس انه بابا وماما هم اللي شايلين وانت كنت بتشتغلي اي صح. بس صدقيني ما كنت زعلانه كنت كثير مبسوطه كنت عن جد كثير يمكن كنت اتعب بس كنت انبسط بتعبي لانه كنت شوف اصحابي اوقات كنت شوف حالي يمكن اكبر من اصحابي مع اني انا بنفس العمر انا وياهم او هن اكبر مني بس كنت شوف حالي عم بكبر قبلهم عم بصير عندي خبره بالحياه اكثر منهم عم بصير ناضجه اكثر منهم فهذا الشيء كنت افتخر بحالي. طبعا حقك انك تفتخري. انتوا عم تفاجئوني بصور كثير حلوه. هيدي الصورة زرت أشخاص أو أولاد من أعمار كتير صغيرة كانوا عاملين لهم مثل كام مثل كامب يعني مخيم بلبنان وكانوا جامعين أولاد من يعني من طبقة متواضعة من مختلف الجنسيات العربية من مصر من لبنان من الأردن من سوريا العراق
كذا دولة عربية وهي كانت الكاريتاس عملتها واختي رولا هي متطوعة بالكاريتاس. الكاريتاس موجود منه بكل العالم وهي منظمة خيرية. منظمة خيرية وحبيت زورهم واقضي معهم سهرة حلوة.